اللي يديروا الدخان نتخنقوا نحلوا الطاقه نبردوا ما لقاوش كيفاش نديروا. وهذه خطراتي ثاني دارنا سما وهذه صح معصوب. الحمد لله ما كناش راكدين في الماية، لكان كنا راكدين في الماية تحرقنا. دفء يتبعه اختناق، تهوية يتبعها برد شديد، لكم أن تفكوا معادلة من الدرجة المئة لأطفال أبدعوا في التحمل والصبر. ندخل شامبر صاحب تنقال مليحة من الدف من البرد تنقال مليحة ويدخل الضعيقة ونتعفز وتلقى الدنيا تحلى. نحسب كل كلمة الضعيق تعودنا على الصعب وحتى على المستحيل، لكن لم نتعود على تجرع مأساة ومعاناة أبنائنا، فطلاقتهم وكلامهم تعيدنا إلى نقطة الصفر. مش دير شهرين يدوج من لابس جملة فوسمية مع سبع أولاد مستحب وحبست هي. أنا اللي حطيت الاستقالة تاعي ما حبش ليش من أنا اللي حبست ما نقدرش كيفاش نروح نخدم نخليه من هاك كامل والله صدقني الجيران هما طلع والله العظيم الجيران خلاف الجيران راهم يساعدوا فيه. الصباح بصراحه نقرا نلقى اللحن. واش تقراي؟ ترمينال. تقراي ترمينال؟ لا بابا نقرا اللحن سوفرونس بلا سوفرونس في الدار ما كانش بلاصه قال لك وين تقراي ولا تعانينا من البرد شتا لهنا قاسي بزاف يا حبيبي مدام ما قدرتش ندير البوال تاع الغاز ما كانش الغاز ما عندكمش الغاز ما كانش بلا غاز ولا ما ولا تريسيتي هذوك ما كانوا تريسيتي تاع شكون جايبين خيط برك من عند الجيران الجيران عاطين لنا خيط ما كانش مسؤولية اخويا تشوف هكذا ولد انت الكبير في الدار كيفاش يئس بزاف شوف خالتك صغار قدام عليك تمرد وقدام تقدر دير والو شحال في عمرك؟ 15 الله يبارك وش راك دير؟ نقرا وش راك تقرا؟ الرابعة متوسط رابعة متوسط قولي وش في حبة أنا تكون عندي سبرة وعندي كيف باقي البنات الكل عندهم سبرة وعندهم العدة لهم تربق. لن نضيف عن ما يقوله أبرياء فتعبيرهم أوفى بأن نحكم على حالة ليس لنا القدرة على سماعها، فما بالك أن تعيشها وكل تفكيرك متحصر على من يقابلك، أخ صغير أخت صغرى أم تجاوزتها الأحداث. تحدينا أن نعيد تهيئة منزل، لكن أتحدى من يصبر بهكذا عيشة. هذه حتى جابتها تقريبا شهر ما راحتش تقرا حتى ما التهاب مفاصل تنفخوا صباحها من البرد ما بغاوش الاولاد يجيو معاهم باش يقراو معاهم في الدار ما يحبوش يقولوا ما نجيش لداركم عايرو خويا الصغير كبير عايز يبلعطب عايرو خلاص وليدي خلاص وليدي شكون؟ خويا الصغير كي يروح يجيب لحطب يقعد يسكو زيو في مش كان فيها ديك الصاجي ديك الساعة ينوض يقول له الباصو يقول له مش دير بلحطب من بعد كي يقول له سكون على الاستاد يقول له مش راك دير مجتمع ما يرحمش مجتمع مجتمع قال ما يرحمش يجيو فايتين يجرحوهم من بلا ضرب